أول دور ليكي وكان مع فاتن حمامة، وكان عامل إزاي؟ فكرة هو الموضوع ابتدى ان ماما قالت لي ده كلموكي في التليفون وبيقولوا عايزينك في مسلسل مع مدام فاتن حمامة. انا قلت لماما ده اكيد حد بيهزر، مفيش مكالمه بعد كده حصلت، وبعد فتره ما حدش كلمني. بعد كده لقيت كان في مساعده بتاعت مدام فاتن اسمها عليا الشريعه الله يرحمها، كلمتني قالت لي يا نيلي عايزينك في مسلسل وانت ما ردتيش. قلت لها مدام عليا، قلت لها انا ما حدش كلمني اصلا تاني بعد كده، انا قالوا لي فعلا بس ما حدش ولا ساب لي نمره تليفون ولا اي حاجه. المهم لما رحت قابلت الانتاج، وكان انتاج صوت القاهره، فعرفت بقى ان هم ما كانوش عايزين يجيبوني، كانوا عايزين يجيبوا حد تاني. بس مدام فاتن صممت لا انا عايزه البنت اللي هي عملت الفوازير. ماما ايدك على 100 جنيه. ماما ماما نفسي تتكلمي برقه شويه، عامله زي الاولاد. سافرتي معاها برضو شرم الشيخ؟ سافرنا مع بعض شرم الشيخ برضو في المسلسل، ولقيت عليا الله يرحمها بتقول لي مدام فاتن قالت ان هي انت هتقعدي معاها في هما كانوا مأجرين زي فيلا او شقق جوه الاوتيل يعني. فانا كنت قاعده معاها، فانا ايه فرحت، بس ايه في نفس الوقت قلت طب انا عايزه اخرج بالليل، طب اعمل ايه بقى؟ لقيت مدام فاتن بتقول لي المفتاح بتاع الشاليه اهو هحطه لك تحت لما تحبي ترجعي بقى بالليل عشان ما تصحينيش يعني. انا فاكره مره روحونا متاخر في التصوير، واحنا بنتكلم كده يعني وما كانش اسفين قوي، بس هو ايه شبه اسفين. قال لها مدام فاتن احنا اتاخرنا قوي وروحنا البيت 12. فندهت مساعد المخرج وقالت له انا بناتي ما يقعدوش بره البيت لحد الساعه 11، 11 بالكتير يبقوا في البيت. وفعلا ده اللي حصل بعد كده، بطلوا يأخرونا في التصوير. يعني عارفة اللي هو هتعملوا فينا حاجة غلط هنقول لمدام فاتن. ايه يا ماما مالك بقى، انت مش موافقة على هاشم ولا ايه؟ والله انا قلت لك رأيي وانت حرة، بس على الله يكون خلص مشاكله مع الست اللي كان متجوزة. ما خلاص يا ماما، هو حل كل مشاكله خلاص. احنا ممكن نكون واخدين فكرة عن سيدة الشاشة العربية ان هي ما عندهاش وقت، او انها ممكن تبقى متعالية شوية، او مش بتكلم الناس كتير، او بس واضح انه لا من كانت ترد على طول على التليفون. كانت شخص بسيط جدا، وكانت حد متواضع قوي، وده حتى تعرفيه من بيتها. يعني يمكن كنت بتروحي لها البيت اكيد. يعني عارفة البيت بتاعها ذوقه حلو وبسيط، و يعني عامة لما بتروح الفنانين تلاقي صور كتير 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 ليهم. هي ما يعني في ما كانش عندها غير لوحة زيتية موجودة فنان رسمها لها، فنان رسمها لها بالظبط، ما تلاقيش صور ليها. يعني هي كانت حد بسيط قوي.